اتربيت في البيت ده زي ما اتربيت في بيتنا بالظبط، ومختار كان اخويا، يعني انا زي ابنك. ارحم. بص يا بابلو، ده شغل بزنس، ما ينفعش يقف لا عشان عيش وملح ولا عشره ولا اي كلام من ده. طب قول لي، لو حد جالك النهارده ولا كده الرحمه وخد اتنين اخضر هتعمل ايه؟ ده انا موت قبل ما اعملها. تبقى غلطان. لو جات لك جرب، وانا اللي هزعل منك ولا هبطل احبك؟ حد من رجالتك اللي عمل كده؟ لا والله، بس انا كنت عارفه. كده خلصت يا ست الكل. اقعد ما تبقاش حمي. مين يا ست الكل؟ قصدك مين اللي ضرب الزنين ولا مين اللي عمل الاوردر؟ الاتنين. لا، اللي ضرب الزنات ده اكل عيشه. واحد من رجالتك؟ لا، رجاله حمصه. يبقى الاشقر. قلت لك وطي صوتك، كده هتولع وانا مش عايزاها تولع. لو سكت بكره كله هيضرب عليا نار. حقك هيوصلك لغايه عندك، بس مش من حمصه ولا الاشقر، من اللي عمل الاوردر. حتى ده مش عايزه تقولي لي عليه؟ لا يا اخوي، اقول لك طبعا، جلاب، وكل الناس عارفه انت تقدر تعمل ايه. سلمي نفسك يا بابلو عشان زمايلك ما يرموش عليك. ما احنا بناكل عيش برضه يا ست الكل. كل بس ما تحفش. انت كبرت يا بابلو، كبرت بزياده، وده غلط. طب وحقي؟ هيوصل، بس سيب الدنيا تمشي. هسألك سؤال. أموري. تقدر تقول لي دي كيكة جوز هند ولا برتقال؟ ما تصحى يا جلال. كل ده نوم. يا رب، انت نسيت العزومة يا جلال. يا بيبي حبيبي جلال. جلال جلال، لا لا.